يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شكرا شكرا احبائي شكرا مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد اكون فرحانين لكم هنا عمو يزيد اسعد 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 اذا احبائي انتم تاني لكم تشوفوا فينا الا حبيتوا تشاركوا في الحضور في هذه الحصه الجميله كما هاد الاطفال اللي راهم هنا ما عليكم الا توجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا ولا على التطبيق لابليكاسيون في البلاي ستور عمو يزيد بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك. إذا أحبائي لما تشاركوا في الحضور لازم شوية تعصب لأن التسجيلات كثيرة. واش راكم أحبائي لاباس؟ تعالي بنتي روحي روحي بنتي تعالي تعالي وقفي قدامي. واسمك بنتي؟ دعاء. دعاء وين تسكني دعاء؟ خريسية. في خريسية شحال في عمرك بنتي؟ تسعة. تسعيام؟ تسعة تسعة سنين. تسعة سنين تسعة سنين شاطرة في الدراسة؟ إيه. برافو برافو بنتي برافو برافو تعالي بنتي روحي روحي بنتي روحي واسمك بنتي؟ وئام. وئام؟ إيه. شحال في عمرك؟ 11 يوم؟ 11 سنة. 11 سنة وين تسكني؟ ولد بالحاج. ولد بالحاج الله يبارك بنتي الله يبارك تعال تعال اروح اروح جيب معك خوك اروح جيبه جيبه اروح اروح واسمك ولدي بابا اخويا ادم ها بابا اخويا ادم ادم دور الكاميرا ادم شحال في عمرك ستة ست ايام ايه ست شهور ستة ستة وشن ست ايام ولا ست شهور ولا ست سنين؟ ست سنين ست سنين برافو برافو اروح اروح خوك واسمه؟ اروح ولدي؟ اسمي انس اروح اروح انس واسمك انس؟ انس انس شحال في عمرك انس؟ ثلاثة ثلاثة ايام ولا ثلاث سمانات؟ ثلاثة ثلاثة واشن؟ ثلاث ايام ثلاث شهور؟ ايه ثلاث سنين هيا برافو برافو ارجعوا لاماكنكم ارجعوا لبلايسكم ارجعوا تعالي بنتي اروحي تعالي تعالي اروحي بنتي واسمك بنتي ماريا ماريا دوري الكاميرا ماريا باش تخرجي الشابه شحال في عمرك ماريا ست سنين ها ست سنين ست سنين شاطره ماريا شاطره وين تسكني ماريا زيرالدا في زيرالدا كيف فرحانه لك هنا هيا برافو روحي قاعدي في مكانك بنتي احبائي عمو يزيد فرحان بزاف اللي راكم معاه هنا اليوم في هذه الحصه هذه على بالكم باللي في هذه الفتره هذه غير كما فات يوم 21 سبتمبر هو اليوم العالمي للسلام منذ 2001 على بالكم يا احبائي الانسان يسعى دائما للسلام لان الحروب كامل هي مخلفات الحروب دائما 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 كبيره الفقر البؤس التشريد الاطفال الايتام وكامل اذا الانسان دائما يدعو للسلام كذلك يوم 28 سبتمبر او قريب هو اليوم العالمي للصم يعني الناس اللي ما تسمعش على بالكم احبائي هو اخر سبت من كل شهر سبتمبر في كل سنه اخر سبت من شهر سبتمبر العالم كله يتوقف باش يدير تقدير وباش يشوف هذه الحاله تاع الاطفال والناس اللي ما يسمعوش منذ سنه 1958 عبالكم بلي كاين 72 مليون اصم في العالم 72 مليون شخص ما يسمعش ولكن للاسف 80 مليون منهم في البلدان الناميه يعني ماشي في البلدان المتقدمه البلدان الناميه فيها اكثر علاش لانه بالمرات كاين في الولاده وفي الصغر الاطفال يوقعوا لهم بعض الحوادث اللي وكان ما يداويوهمش وهما صغار ممكن انهم يصابون بهذا الصم هذا
إذا لازم نردوا بالنا، لازم خاصة للأولياء، وكامل لما تشوف وليدك عنده ينوتيت ولا ودنه ما يسمعش مليح وكذا، لازم ترد بالك، لازم تديه للطبيب، ما تقولش لا لا خليه من بعد بالك دو كبرى وكامل، لازم نروح للطبيب، لأنه مسؤولية ولدنا وصحة ولدنا مسؤوليتنا كامل. يوم 27 سبتمبر هو اليوم العالمي للسياحة. تحبوا السياحة؟ تحبوا السياحة؟ عباكم يا أحبائي، السياحة لما تروح مثلا تزور أي دولة ولا حتى تدير سياحة في بلادك هنايا، راك تقرب من الناس، تقرب من الثقافات، يعني تنفتح عن العالم. يا أخي في بداية كل حصة نستقبلوا الساعي البريد، ساعي البريد اللي يجيب لنا بريد أصدقائنا الأطفال. إذا استقبلوا معايا صهيب، تعال صهيب، تعال تعال. مرحبا يا أصفى، مرحبا عمو يزيد. مرحبا صهيب، مرحبا وليدي، مرحبا. وش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. جبت لنا البريد صهيب؟ نعم، بريد أصدقائنا الأطفال اللي بعتوه لنا عبر موقع الإنترنت. إذا حطوه لنا في علبة البريد ومن بعد عمو يزيد يقرأه. وانتم ثاني يا احبائي، ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com ولا عبر التطبيق، يعني لابليكاسيون على البلاي ستور عمو يزيد، بالضغط على زرار اراء وملاحظات. وداعا يا أصدقائي. شكرا شكرا صهيب، شكرا 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 صهيب. في بدايه كل حصه نطرح عليكم سؤال، تحبوا الاسئله؟ نعم. وتحبوا الهدايا ثاني؟ نعم. اذا اللي يجاوب مليح على السؤال تكون عنده هديه. حبيتوا سؤال سهل ولا صعيب؟ سهل. مانيش عارف، تكون شوفوا احبائي، على بالكم باللي عاصمه تركيا هي انقره، تعرفوها؟ عاصمه تركيا هي انقره، ولكن قبل انقره كانت عاصمه تركيا مدينه اخرى، مدينه اخرى قبل مدينه انقره. وفي أي سنة وقع هذا التغيير؟ في أي سنة صبحت مدينة أنقرة عاصمة تركيا؟ وما هي المدينة اللي كانت قبل منها عاصمة لتركيا؟ سهل ولا صعيب؟ شوية شوية، خلاص فكروا فيه لغاية نهاية الحصة. أنتم أصدقائنا اللي مشوفوا فينا بإمكانهم الجواب عن اللغز عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com ولا التطبيق على البلاي ستور عمو يزيد، بالضغط على زرار جاوب عن اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمو يزيد .com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا أحبائي فكروا في الإجابة عن اللغز، جاكم صعيب شوية نشوف، معلش فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا. وحنا نروحوا دركا مع آية بالعيد نكتشفوا شخصية محمد أكلي بن شعبان رحمه الله. تفضلي آية بنتي، تفضلي. تحية الآية، تحية. مرحبا أصدقائي. مرحبا. اليوم سنتعرف عن شخصية جديدة اسمها محمد أكلي بن شعبان. محمد أكلي بن شعبان مناضل في الحركة الوطنية الجزائرية، مجاهد أثناء ثورة التحرير الجزائرية، ولد في 22 أبريل 1930 بتاريخ 27 أكتوبر 1954 ميلادي. قام بإيصال مسودة بيان أول نوفمبر 1954 ميلادي، وكان عمره أنذاك 24 عاما إذا المناظر رابح إدير. وكانت هذه المسودة قد تم إملاؤها ليلا في محل الخياط سعيد كشيدة على الصحفي محمد العيشاوي من طرف محمد بوضياف ممرددوش في القصبة بالجزائر، وذلك قبل تسليمها إلى المناضل محمد أكلي بن شعبان. فلقد أرسل كريم بالقاسم مسودة بيان أول نوفمبر 1954 ميلادي إلى قرية إغيل إيمولا يتم سحبها من طرف علي زامون قبل تسليمها إلى المناضل محمد أكلي بن شعبان من جديد، قصد نقل حقيبة سفر سرية وتوزيع عشرات الآلاف من نسخ بيان عبر كل ربع الجزائري قبل اندلاع ثورة التحرير الوطني. شارك المجاهد محمد أكلي بن شعبان مع المجاهد علي زامون في أول هجوم على مركز بلدية تيزين ثلاثة مباشرة بعد اندلاع ثورة التحرير الوطني. توفي في 28 ديسمبر 2013 رحمه الله. شكرا 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 آية. إذن آية
اليوم تكلمتنا على محند أكلي بن شعبان. محند أكلي بن شعبان رحمه الله مجاهد إبان ثورة التحرير، هو اللي وصل مسودة بيان أول نوفمبر. هذا البيان اللي أصدر في أول يوم تاع ثورة التحرير باش الناس كامل تقراه وتفهم أهداف الثورة وكامل لتوعية الشعب باش يكون على بالهم وشو صاير. إذا هذه المسودة هذه محند أكلي بن شعبان هو اللي اداها للقرية، قرية إيمولا، وين تم استنساخ هذا البيان وعاود رجع بهذيك الحقيبة وجاب هذاك البيان مطبوع. إذا لازم دائما نذكروا هذا الناس، رحم الله رحم الله كل شهداء اللي ضحاوا بالنفس والنفيس باش تكون الجزائر حرة مستقلة. واش رايكم احبائي بما اننا في هذه الفتره غير كما فات ما عندوش بزاف اليوم العالمي للسلام اللي كان يوم 21 سبتمبر، عمو يزيد دلكم اغنيه نقول فيها السلام عليكم احبائي، السلام عليكم بتحيه الاسلام، يعني معناها السلام. تغنوها معايا؟ اذا نغنوا كامل مع بعض السلام عليكم، التحقوا بيا تعالوا احبائي. السلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بردكم وعليكم السلام. السلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بردكم وعليكم السلام. فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام، فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. أوصى بها خير الأنام، عود نفسك عليها وردها بكل احترام، ستنال الأجر منها. أوصى بها خير الأنام، عود نفسك عليها وردها بكل احترام. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. دليل تربية وأداب ورفعة للشعوب، فيها يقين وصواب، هي ألفة للقلوب. دليل تربية وأداب ورفعة للشعوب، فيها يقين وصواب. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام، فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. برافو
برافو برافو، ارجعوا لاماكنكم يا اطفال، برافو ارجعوا لاماكنكم. احبائي تحبوا العاب الخفاء؟ نعم. اذا نروحوا مع بعض نكتشفوا العاب الخفاء مع عمو مراد اللي جانا من مدينه البليده. تفضل عمو مراد، تفضل تفضل. تحيه لعمو مراد، تفضل تفضل عمو مراد.
برافو 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 عمو مراد، برافو برافو برافو. اذا احبائي شكرا عمو مراد. احبائي كما مولفين في كل حصه ورانا في هذا الموسم، في الموسم الخامس، خمس سنوات من المتعه معكم، راح نطرقوا لمعلومه في فقره هل تعلم مع ميليسا. اذا تحيه ميليسا، تفضلي بنتي، تفضلي. مساء الخير اطفال، هل تعلم ان اكثر دول العالم فوزا ببطوله كاس العالم هي دوله البرازيل؟ برافو 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 ميليسا، برافو 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 بنتي. إذن البرازيل هي أكثر البلدان في العالم فوزاً بكأس العالم لكرة القدم يا أخي أحبائي. إذن وش رأيكم أحبائي، تحبوا الحكايات؟ عمو ياسين تاني يحب الحكايات، لأن الحكايات دائماً فيها عبر وحكم يا أخي. يلا دركا نحكي لكم حكاية السمكة سموكة والثعبان الخبيث، يلا معي. إذن أحبائي كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم دركا حكاية السمكة سموكة والثعبان الخبيث. واحد النهار كانت واحد السمكة، هذيك السمكة كانت تسبح هكذا وكامل، كي كانت تطلع هكذا شوية الفوق شافت واحد الثعبان. واحد الثعبان قال لها لو كان غير تديني نحوس. هي عاقله هذيك السمكه، قالت له معليش نديك تحوس، ولكن الاسماك الاخرين اللي معاها قالوا لها بالك هذا ثعبان خبيث. قالت لهم لا 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 لا، باين السملاح صديقي وكامل، نديه انا يحوس معليش. داته فوق ظهرها وقعدت تحوس به هكذا في سطح الماء هكذا بلا ما تهبط، لانه ما يقدرش يتنفس تحت الماء بلا ما يهبط هكذا، وتحوس به وكامل. بعد عجبو الحال قعد تحوس به، بصح مره على مره يعدها غير بالعقل هكذا يعدها. بعد هي تعلم هكذا تدور له تقول له واش بك، يقول لها انا هذه الغريزه تاعي العاده تاعي لازم نعض الناس، بصح سمحي لي ما نزيدش نعضك. سكتت مسكينه. ومن بعد قال هذه اللي نحوس ثاني، داتو على سطح البحر هكذا تحوس. من بعد عاود عضها وجعها، قالت له واش بك تعض فيا؟ قال لها انا الغريزه تاعي هكذا لا غالب لازم نعض الناس، بصح سمحي لي. معليش. العشيه كي حطاتو تلاقات مع الاسماك وكامل قالوا لها بالك قلنا لك بلي هذاك ثعبان خبيث لا يؤتمن. قالت لهم لا 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 هذا ثعبان صديقي. هادو من ذاك عاود تلاقات وقال هذني نحوس، ركبته فوق ظهرها ومن بعد تحوس به من بعد عضها بصح عضها بزاف، هذه المره حتى الدم خرج هكذا. بعد قالت له واش راك دير؟ قال لها والو قال انا الغريزه تاعي. بعد تفكرت واش قالوا لها الاسماك اللي كانوا معاها، قالوا لها بالك بعد تما فاقت لي تعبان هذا ماهوش ناوي على الخير، حبيت تعطي له درس باش يشفى عليه. واش دارت؟ كي بدات تسبح هكذا هبطت في الماء هكذا، هبطت لتحت كامل، بدا هو يتخبط هكذا ويتقنق باسكو ما يقدرش يتنفس كامل. خلاته لتحت، قالت له باش تعرف بلي الناس اللي يديروا فيك الخير ما تقدرش ما لازمش تعدهم هكذا وكامل، حتى اختنق ومات وخلته وطلعت هكذا بالدم مسكينه وكامل. عمو يزيد، الحكمه التي نستخلصها من هذه القصه هي يجب ان نتعلم كيف نتعامل مع من يريدون لنا الشر والاذيه في هذه الحياه. برافو بوبي، برافو. اذا لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الناس الذين يريدون لنا الاذيه. احبائي لازم الانسان اللي يدير فيك الخير يدير فيه الخير يا اخي احبائي. يلا معايا ارجعوا لاماكنكم. اذا احبائي كما قلت لكم الانسان اللي يدير فيك الخير لازم ترجع له الخير تاعو يا اخي، ماشي هو يدير فيك الخير كما ناس بكري يقول لك انا بالعسل فمو وهو بالعود لعيني. اذا هذا مثل شعبي، الناس يدير فيك الخير لازم يدير فيهم الخير. اذا احبائي لصحقنا دركا الركن النكت، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة. تعالي بنتي أرواحي، تعالي أوقادي. واسمك بنتي؟ أنفال. شحال في عمرك أنفال؟ 11 سنة. وين تسكني؟ براقي. في براقي، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد الطبيب يخدم في السبيطار المهابل، حاب يتهنى من المرضى تاعو، خطره دار لهم الغنانه دوكا من يشطحوا، وحده ما نجحش صح قالت له عرسي اليوم،
وبعدتك زاد دار مرة واحدة أخرى قال لهم دوكا كاع حتخرجوا، صم لهم باب في الحيط وقال لهم اي بكاع بداو تخرجوا ما بكاع بداو ينخبطوا وكاع نصرعوا. بعد ذاك الاخر قال له انا عندي المفتاح، قال مزيه قعدوا لي زوج نقدر نداويهم وخلاص. بعد ذاك النهار الاخر خرجهم قال لهم دوكا لي يعقوب تدحسوا ترابين نعطيه 100,000. هذاك الزوج واحد عقب مات، ومن بعد ذاك الاخر قال له شك تسنى، قال له راني سنى يعقوب كامل واش تعطيني مليون. برافو برافو، تعالي بنتي روح تعالي وقعدي. واسمك بنتي؟ روان. روان شحال في عمرك روان؟ 11 سنة. وين تسكني بنتي؟ في بومرداس. في بومرداس خيار الناس، احكي لنا النكته تاعك بنتي. في يوم من الايام قال الأستاذ لتلاميذه ما تعريف الحجارة الراسبة؟ أجاب أحد التلاميذ هي الحجارة التي تدرس كل تراجع كل العام ولا تنجح. برافو 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 بنتي، برافو 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 برافو. تك 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 تك. تعالي بنتي أروحي. واسمك؟ هاجر. هاجر شحال في عمرك هاجر؟ 11 سنة. وين تسكني؟ مدية. مدي يا خيار الناس، حكي لنا النكته تاعك بنتي. قال المعلم لتلاميذه ماذا ينتج عن اختلاط البحر الابيض والبحر الاحمر؟ اجاب احد التلاميذ قائلا ينتج عن ذلك البحر الوردي. البحر الوردي، برافو برافو. تعالي بنتي اروحي. تفضلي. واسمك بنتي؟ واسمك؟ ايمان. ايمان، دوري الكاميرا. ايمان الشابه، شحال في عمرك بنتي؟ خمسه. خمس ايام؟ 5 شهور؟ 5 سمانات؟ 5 واش؟ 5 سنين. هيا برافو برافو. وين تسكني بنتي؟ نسكن في بجرة. وين؟ بجرة. في بجرة. اوكي بنتي احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد في السبيطار مات ما قدروا يدوه لابوليس. وصاي وخلاص الحكاية، داوه لابوليس. هيا برافو برافو برافو. برافو. معليش احبائي، لحقنا دركا الركن الرسائل. عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا اللي بعثتوهم لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. فيفي شوفي لنا بريد اصدقائنا الاطفال، وانتم يا احبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد نتاعكم في الحصه، ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com ولا عبر التطبيق عمو يزيد. شكرا 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 احبائي. الرساله الاولى بختمي هدى، 9 سنوات، مدينه حاسبونيف ولايه وهران. قلت لكم الحصه اعجبتني كثيرا لان فيها ثقافه عامه وتنمي الفكر لدينا. برافو بنتي بختمي هدى، حاسبونيف مدينه وهران. عمو يزيد تاني يحبكم بزاف. الرساله المواليه بفراح فاطمة الزهرة، 12 سنة، مدينة وهران كذلك. أنا فاطمة من وهران، أحب حصة عمو يزيد كثيرا وأتمنى أن تقرأ رسالتي. بفراح فاطمة الزهرة 12 سنة مدينة وهران، نقرأ رسالتك بفرح وسرور، وهذا شرف كبير لنا أنكم ترسلونا. الرسالة الموالية شوش أسماء، 10 سنوات، مدينة خميس الخشنة ولاية بومرداس. قلت لكم أنا أحب حصتك كثيرا، حتى إخوتي يحبون أغانيك الجميلة، وأنا أنتظر حصتك القادمة بفارغ الصبر. شاوش أسماء، 10 سنوات، خميس الخشنة ولاية بومرداس. عمو يزيد تاني يحبك يحبك يحبك. شردود ملاك، 7 سنوات، مدينة الثنية ولاية بومرداس. أنا ملاك، نحب بزاف نتفرج عمو يزيد ونشكره على الحفلات اللي راهو يدير فيها باش يفرحنا. ان شاء الله ربي يوفقك، وتحيه لكامل اطفال الجزائر. شردود ملاك، 7 سنوات، من مدينه الثنيه ولايه بومرداس. شكرا على المراسله. الرساله المواليه دربال رمزي، 11 سنه، مدينه النعامه. انا احبك يا عمو يزيد وبوبي وطاقم التصوير. شكرا شكرا وليدي دربال رمزي، 11 سنة، عمو يزيد تاني يحبك يحبك، وسلامي لكل سكان مدينة النعامة.
الحقنا دركا للجواب عن اللغز. إذن السؤال تاع اليوم قال: ما كان اسم عاصمة تركيا قبل أنقرة؟ عاصمة تركيا الحالية هي مدينة أنقرة، واش كان اسم العاصمة مقبل؟ شكون يقدر يقول لي؟ تعالي بنتي، واسمك؟ هاجر. قولي لنا هاجر، ما كان اسم عاصمة تركيا قبل أنقرة؟ إسطنبول. إسطنبول، برافو برافو. هي السؤال من المفروض كان فيه شطرين، في أي سنة أصبح هذا التغيير؟ ولكن عمو يزيد يحبكم بزاف، جاني السؤال شوية صعيب، وعلى شوية السنة، تعرفي في أي سنة حدث التغيير؟ تعرفي؟ شكون يعرف؟ تعرفي؟ تعالي قعدي معايا بنتي، قعدي معايا. في أي سنة؟ شنو؟ في أي سنة حدث التغيير؟ أنا؟ واسمك أنت يا؟ إيمان. إيمان. إيمان، إيمان الشابة. يلا إيمان، برافو بنتي، برافو برافو برافو. سؤال شوية صعيب عليكم، معلش. عمو يزيد راح يجاوب على هذا السؤال في مكانكم، تعرفي؟ 1900، معلش، في سنة 1923، سنة 1923 أصبحت عاصمة تركيا هي أنقرة، بعد ما كانت إسطنبول لمدة قرون وقرون، وهي إسطنبول اللي كانت القسطنطينية بكري أصبحت عاصمة الدولة العثمانية، هي اللي كانت عاصمة الدولة العثمانية حتى لسنة 1923، وين أصبحت إسطنبول العاصمة الاقتصادية وأنقرة أصبحت هي العاصمة السياسية. يا أخي أحبائي، 1923، أعطيه الهدية تاعها. إذا بنتي، إسطنبول كانت عاصمة تركيا السياسية قبل سنة 1923. إذا بنتي، شركة شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. إذا تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي. أحبائي، في كل حصة نحتفلوا بعيد ميلاد طفل ولا طفلة اللي رسلنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 ستوالي العاصمة 16062 الرمز البريدي. اليوم عندنا عيد ميلاد عزازي عبد المؤمن من مدينة المدية، 9 سنوات. تعال عبد المؤمن، تعال وليدي، تعال وليدي عبد المؤمن، أو هنا احنا نغنوا له عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو. يلا التحقوا بيا نغنوا له. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة
جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. إذن عبد المؤمن وليدي برافو، شعلوا لك الشمعة أحبائي، ما لازمش تلعبوا بالنار، الكبار هما اللي شعلوا لكم الشمع. ديروا معايا دركا العد التنازلي، تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة واحد. طفينا الشمعة، برافو برافو برافو، أعطيني الشهادة تاعو. إذا عبد المؤمن عزازي عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم كذلك يا أحبائي كل واحد فيكم راح يأخذ شهادة هكذا يحتفظ بها كذكرى لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. أعطيه الهدية تاعو. إذن كما وعدناك عبد المؤمن، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفاد بها وليدي. وأنا هكذا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم سنعود، فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا سنعود، فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. قمنا بإرسال 5 قسيمات لرامي، وتم استضافتنا هنا في هذه الحصة. نشكركم على هذه الاستضافة، الحمد لله كانت مليحة بزاف. شكركم على هذه الاستضافة وهذه الحصة التربوية وثقافة عامة. هذه الحصة المتميزة المتعلقة بالأطفال، نقدر نقول أنها هي الحصة رقم واحد متعلقة بالأطفال. ونشكروا عمو يزيد اللي يثقف في الدراري وفي الأطفال وهم يترباو. ونشكركم، نشكر كاع الطاقم الفني وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا. وإن شاء الله كثير من النجاح إن شاء الله. ونتمنى لكم مواصلة وبون كونتينياسيون خويا. نشكر عمو يزيد، الصحة عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. صحة عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. شكرا جزيلا. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.